جبل فاية في سلسلة جبال فاية الواقعة في الجهة الشرقية من الموقع مليحة في المنطقة الوسطى من الشارقة، وسبق وأن أجريت تنقيبات عديدة في هذا الموقع، وأثرت الاكتشافات أنه موقع مهم يعود إلى العصر الحجري القديم، من أقدم المواقع البشرية في جنوب شرق الجزيرة العربية. الآن وبعد إجراء مزيد من التحليلات لعينات من الكهف، ظهرت نتائج مثيرة ومدهشة غيرت فكرنا عن تاريخ الاستيطان البشري في هذا الموقع من الجزيرة العربية. تعود أو تشير النتائج المكتشفات الجديدة إلى استيطان بشري متكرر في جبل فاية بين الفترة 210 ألف إلى 120 ألف سنة قبل الحاضر. هذا يغير أفكارنا اللي كانت أو يغير الأفكار التي كانت سائدة لحد الآن، وهو إن الهجرة البشرية من إفريقيا قد حدثت في أبان الفترة المطيرة المزدهرة. الآن النتائج هذه أظهرت لا، إنه الإنسان القديم لم يكن ينتظر حتى حصل تحسن مناخي، لا، استمر بالهجرات وكان بإمكانه التكيف، وفترة استيطان جبل فاية كانت على مدى أربع مراحل متتالية بين 210 ألف إلى 120 ألف.